يعني نتحدث بالبداية عن مجموعة أكاديين، بعدين أنا حابة يعني أسأل هذه الحرفية العالية والإصرار على التراث الهدف منه شنو؟ أولا شكرا لاستضافتكم اليوم. أنا اسمي نادين شوان، صاحبة براند نادوس هاند ميد. أنا كنت أحد الحرفيين من Prosperity Catalyst اللي هي صناعة الازدهار. أكاديان كولكشن هي براند متكونة من مجموعة حرفيين اللي هم كلهم من أطراف العراق، يعني الجنوب والشمال. عندهم الكاندلز والحياكة شموع. والإكسسوارات والشموع. نعم. أنا هنا البراند مالتي يعني من خلال تواصلي ويا Prosperity Catalyst كنت أحد الداعمين يعني وياهم اللي اشتغلت وياهم يعني انطونا كتمكين اقتصادي وشلون نسوي خطة العمل. هنا عندي شوية أغراض اللي أنا مسويتهم معروضة على الشاشة.